لقاء تاريخي بين حسن الثاني وعبد الرحيم وعبيد في إفران، وكان سريا بالمناسبة. عبد الرحيم فهم بأن مقصودهم منه ربما أسوأ من مقاصدهم من الفقيه البصري وعمر بجلون إلى آخره، ولذلك آل على نفسه لا يخرج من المنزل تضامنا مع المعتقلين، والحال أن الأمر ليس كذلك، إما أنه خاف من اغتيال. فجأة أرسل له الملك إدريس السلاوي، هذا الشيء هذا أمر لا يعرفه الكثير، حدد له الساعة 4 عشية في يوم محدد في إفران وبقرب تمثال الأسد. في ذاك الوقت الحسن الثاني وقف بسيارة جيب وحده، وكأنه فوجئ بهما، فحيى عبد الرحيم واستدعاه، فقال له بصوت خافت: هل قلت شيئا لحسن؟ قال له: لا. قال له: إذن ودعه. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم، سعيد بأن أستضيف الأستاذ عبد الصمد بالكبير الأكاديمي والناشر والمحلل الاستراتيجي. مرحبا بك أستاذ عبد الصمد بالكبير. الأستاذ عبد الصمد، كنت حاضر طبعا في العديد من الواجهات، كنت واحد من مؤسسي اليسار الجديد وتحديدا منظمة 23 مارس، دخلت السجن، زوجت بين العمل الثقافي والممارسة السياسية، أصدرت العديد من الجرائد والمجلات قبل أن تتفرغ لنشر الكتب، كنت أستاذا في الجامعة، وبالموازاة مع كل هذا كنت متتبع ومحلل لما يجري في المغرب أو المنطقة العربية أو على الصعيد العالمي. نبدأ معك من البدايات، وانتم شباب أواسط الستينيات في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قررتوا تنشقوا على هذا الحزب هذا، والحال أن هذا حزب كانت على رأسه واحد العدد من القيادات التاريخية: المهدي من بركة، عبد الله إبراهيم، عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمن اليوسفي، والعديد العديد من الأسماء. شنو كان هذا؟ كانت هذه محاولة لقتل الأب؟ شكرا على كل حال على البداية بالسيرة الذاتية اللي هي سيرة موضوعية في نفس الوقت. على سبيل الإخبار، أنا بديت عمل في الأصل شبيبي في الاتحاد المغربي للشغل، ومن حسن الصدف أن بطاقتي في 1957 ما زالت عندي. وكانت الصدفة أن مقر الاتحاد المغربي للشغل كان قريب منا وسكنا، وفي نفس الوقت كان الاتحاد المغربي للشغل في بداياته يهتم بالمسألة الثقافية جدا، والدليل على ذلك هو حسن الجندي وعبد الصمد دينيا وإلى آخره والعلج. ثم خلال ذلك مع الكشفية العبدلوية وليس الحسنية، وهي كانت متميزة لارتباطها بحزب الشورى، وطبعاً معروف أن حزب الشورى كان حزب نخبوي وليس حزب جماهيري مثل حزب الاستقلال، ولذلك كانت في كشفيته أبناء النخبة وليس أبناء الحرفيين، وأيضاً كان إطار للعمل. كان تكلموا طبعاً على مراكش. مراكش طبعاً. بعد أن التحقت بالتعليم إعدادي في بن يوسف، وجدت نفسي في معركة ذات طبيعة نقابية، ابتداء في الوداديات التي كان من حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن ينظمها على مستوى التعليم الثانوي، طبعا من بعد ذلك منعت. فوجدت نفسي في 1962 مندمجا، وطبعا في 1963 كان الاعتقالات ديال الاتحاديين ما يسمى بمؤامرة 16 يوليوز، وعندئذ يعني استقبلنا تعليمات كوداديه قبل ان اكون
في الحزب رسميا، لأن الحزب كان تقريبا المقرات مقفلة، وكان تقريبا تنظيم شبه سري أو سري حتى، ولكن الوداديات لا كانت تشتغل. فإذا دخلنا في معركة 16 ثانوية في المغرب ديال التعليم الأصيل، الأصلي كان يسمى، قامت بإضراب دام سنة بيضاء عمليا، يعني دام إلى نهاية السنة. وكان يعني التلاميذ الوحيدون في المغرب الذين رفعوا راية العصيان النقابي. شو هي مطالبكم؟ إذا كانت المطالب ديال عصرانات التعليم الأصيل من ناحية الظاهرية، وخصوصا امتلاك الحق في باكالوريا، ما كانتش كانت شهادة التعليم الثانوي. وطبعا تمكننا من الحصول على هذا المطلب لاحقا، وطبعا إحداث إصلاحات في المقررات الدراسية حتى نقترب من التعليم العصري، بما في ذلك استخدام أساتذة يعلمون التعليم الحديث بالخصوص من المشرق، وقد حصل ذلك سواء من مصر أو من العراق بصورة رئيسية، الأمر الذي وبالصدفة الأساتذة الذين استقدموا كانوا أساتذة جامعيين، لأن الطلب كان باسم جامعة بن يوسف، فلذلك تلقينا ونحن تلاميذ مستوى تعليمي جامعي، لأن أساتذة جاءوا وفوجئوا بأن هؤلاء تلاميذ وليسوا طلبة، ولكن يعني من ناحية الديداكتيكية والبيداغوجية كيفوا علمهم الجامعي لكي يصلح لي. وطبعا بعد ذلك كانت الحدث ديال 65 إضرابات 23 مارس التي يقال إنها عفوية، ولقد قلت عدة مرات بأنه لم تكن ليس كذلك، لأن عندما كان الاتحاد الرسمي معتقل كان المهدي خارج المغرب، وأتيحت له الفرصة لأول مرة أن ينزل نظريته. ما هي نظريته؟ نظرية النضال المتدرج والمدني والمركز على النقابة، العمل النقابي بصورة رئيسية، كان الاتحاد الوطني للطلبة بالنسبة له هو الأداة، في مقابل نظريتين يمكن نقوله، نظرية المساومة مع الدولة والقبول بشرائطها بما في ذلك خصوص المسألة الدستورية. عبد الرحيم بوعبيد منذ البداية كان ضد فكرة المجلس التأسيسي مثل علي الفاسي باعتبار أن ميزان القوة لا يسمح، وكانت الفكرة التالية الأخرى ديال الفقيه البصري ديال تطويق المدن من البوادي عمليا، الكفاء المسلح والثورة الشعبية والرهان على الفلاحين. لا عبد الصمد بالكبير، كيف عاش هذه المرحلة هذيك؟ كيف دخلتي الحزب؟ وكيف في واحد اللحظة معينة لقيتي راسك ضمن واحد السرب؟ أمر لاحق. نعم. هذا الوقت اللي تنتكلم عليها 65 لم تكن المقرات الحزبية مفتوحة. ولكن عندما قمنا بالتظاهرة ديال 65 واعتقلت ضمن مجموعة 13 مناضل. الأحداث بالأساس كانت في الدار البيضاء؟ لا كانت في مراكش، وبالدرجة الأولى الدار البيضاء طبعا، وبشكل خفيف في الرباط وبشكل أخف في فاس، ويمكن أيضا في بعض المناطق مثل العريش وكذا، ولكن بالدرجة الثانية والأهم هي مراكش، والدليل هو اعتقالنا. كيف تم اعتقالك؟ داخل بن يوسف، لأن في بن يوسف يعني تم التحريض على التظاهر، وكان تنسيق في ثلاث أربع مؤسسات، ليسي الحسن الثاني، ليسي ابن عباد، ليسي محمد الخامس، لا أكثر، أربعة زائد بن يوسف، محمد الخامس رياض العروس. للأسف الخلايا التي كانت لدينا في هذه المؤسسات ارتبكت وحصرت قبل أن تطلق إشارة التظاهرة، ذلك لأننا حصرنا سلفا، كانت لديهم معلومات إلى آخره، ويعني تقريبا نسبة كبيرة من أهل مدينة مراكش جاءوا لحول ثانوية بن يوسف، وتم استغلال المخزون الغذائي للداخلية
اللي كان في داخل بن يوسف، ووقع رميه يعني زيت وفرماج وإلى آخره، والمواطنون أتوا. شكون اللي رماه؟ انتم التلاميذ رميتوا؟ شنو هذه كانت داخلية؟ فيها الداخلية، فيها المطعم، ولذا رميتوا هذيك المؤونة رميتوها. وهذا كان عامل جذب للناس. وبالطبع كانت مفاوضات، وكنت أنا الذي قدتها مع السلطة باشة المدينة، وطالبنا بأن نخرج، ولكن هم فهموا أن خروجنا يعني التظاهر خارجا، فدخلوا هجموا هجوم قاسي جدا. يقال أن هناك بعض الموتى، واعتقل حوالي أكثر من 40 تلميذ، استخلصوا منها 11 تلميذ زائد شخصين لا علاقة لهم في الحق. قضينا 45 يوما. جاء الخطاب الملكي في السجن، في السجن بولمهرز، بولمهرز. وبالمناسبة التقينا بمناضلين اتحاديين هناك اللي كانوا محكوم عليهم في نفس السياق المرتبط ب 16 يوليوز، ولكن عمل إرهابي وليس. شكون لقيتوا تما؟ خمسة الأشخاص كانوا مرتبطين بالشيخ العرب. شكون هما؟ لا أتذكر الأسماء للأسف، يعني واحد صديقي كثير من أسفي مشهور جدا، رمز من رموز المقاومة، ورمز من هو الرمز الأساسي للاتحاد. طبعا جاء الخطاب الملكي بعد اللقاء التاريخي بين حسن الثاني وعبد الرحيم والبيت في إفران، وكان سريا بالمناسبة. إذا جاء السياق نحكي إذا شنو هذا اجتماع يمكن توقف عنده، اجتماع بين حسن الثاني وعبد الرحيم بوعبيد بعد أحداث مارس 65. وشنو كان فيه؟ لا الأهم فيه هو الحدث، هو الوقائع. الوقائع أن عبد الرحيم بوعبيد حكم على نفسه بالاحتجاز في منزله، لأنه عبد الرحمن اليوسفي أطلق سراحه، وعبد الرحيم اصلا لم يعتقل. هذا في 63؟ لا في خلال المحاكمه. نعم. عبد الرحيم فهم بان مقصودهم منه ربما أسوأ من مقاصدهم من الفقيه البصري وعمر بجلون الى اخره، ولذلك آلى على نفسه لا يخرج من المنزل تضامنا مع المعتقلين. والحال ان الامر ليس كذلك، اما انه خاف من اغتيال، أو أنه فهم بأن مقصودهم أن يخرج خارج المغرب، ولذلك بقي معتكفا في منزله لا يخرج. فجأة أرسل له الملك إدريس السلاوي، هذا الشيء هذا أمر لا يعرفه الكثير، لا يعرفه إلا القلة القليلة جدا. إدريس السلاوي طبعا رجل وطني، وهو كان دائما مثل الهادي مسواك في غالب الأحيان، جاء زاره في المنزل وقال له إن الملك يريد اللقاء بك. فباختصار أجابه بنعم، وبعد ذلك أزاره مرة ثانية لكي يخبره أين يكون اللقاء. حدد له الساعة 4 عشية في يوم محدد في إفران وبقرب تمثال الأسد. عندئذ بادر عبد الرحيم للاتصال بحسن العرش، وطبعا حسن العرج هو مثل هؤلاء كما قلت، يعني هو رجل الزيت في المفاصل. إذا كان مسواك داخل الإدارة يقوم بهذا، فحسن العرج يقوم بها خارج الإدارة. معنى مقبول من طرف القصر ومقبول من طرف الحركة. مسواك كان في حزب الشيوعي ولكن إيه؟ عنده علاقة بالقصر؟ لا هو مستشار يعني طبيب القصر. طبيب القصر وحسن اشتغل هكذا. وحسن العرج ايضا اتحادي. حسن العرج 63 اعترف بكل شيء، وبالتالي خرج من العملية السياسية نهائيا. اعترف بماذا؟ بأن كان مؤامرة. طبعا لأنه هو نفسه كان يملك أموالا تتصل بالموضوع. هذه المؤامرة اللي كانوا فيها السوريين وكذا؟ لا لا مش السوريين، في المرحلة الجزائر. إذن يعني تمويلا من الفقيه البصري والمجموعة كانوا في الداخل. إذن موعد بين الحسن الثاني وعبد الرحيم بن اتصل بحسن العرج استدعاه. طبعا هذا خبر مفرح بالنسبة لحسن العرج، أن يلتقي رجل مثل عبد الرحيم ويزيل عنه العزلة.
فقال له في الهاتف أنني أريد الخروج من المنزل. فجاءه ركب وقال له انطلق، ولكن وجهه دون أن يخبره في اتجاه مدينة فاس. وخلال ذلك يتحدثان. وبالنسبة لحسن العرج المقصود هو الخروج من العزلة والمذاكرات العامة، ولا يعني أن مدام الزعيم اتصل به، فهذا طبعا معنى أن عندما اقترب من إفران وجهه نحو إفران، وجاء في الساعة بالضبط في قرب. في ذاك الوقت الحسن الثاني وقف بسيارة جيب وحده، وكأنه فوجئ بهما، فحيى عبد الرحيم واستدعاه، فقال له يعني بصوت خافت: هل قلت شيئا لحسن؟ قال لي لا. قال لي إذن ودعه. فودعه وركب معه، ثم بدأ النقاش الذي انتهى. معنى الاجتماع تم في سيارة في إفران. على كل حال هو الجميع يعرف بأن الحوار تم في إفران. إفران، والذي قضى بما هو معروف، يعني إعلان حالة الاستثناء وحل البرلمان الذي اعترض عليه عبد الكريم الخطيب، لأنه يعرف عبد الكريم الخطيب أنه هذه صفحة جديدة مع المعارضة، ولذلك رفض. معنى حل البرلمان هو كان استجابة لعبد الرحيم بوعبيد؟ طبعا ما يمكنش. وعلاش عبد الرحيم بوعبيد بغى يتحل البرلمان؟ لأن البرلمان مطعون في شرعيته من قبل اتحاد الوطني القوات الشعبية. طبعا. إذن وبالتالي يعني يجب أن يقع الاعتراف المتبادل، يعني إذا كنا سنلقي السلاح ضمنيا عبد الرحيم بوعبيد لا علاقة له. هذه معناها واحد المحاولات ديال التسوية بين الاتحاد الوطني القوات الشعبية والتوطئة للوصول إلى الاتفاق. طبعا هذا الاتفاق الذي لم نصل إليه بسبب اغتيال المدينة بركة. طبعا الحسن الثاني حاول أن يدبر الأمر بحيث يمر بأقل ما يمكن من الخسائر في صفوفه، ولكن طبعا اتضح فيما بعد. يعني الداعي لهذا اللقاء ولهذه محاولة التسوية شنو هي؟ هي أحداث 65. مارس 65، لأن الدولة اكتشفت كما لا نتمنى أن تكتشف اليوم أن منع حزب مثل الاتحاد لا يعني منع وجود الحركة سريا، وبالتالي اكتشف القصر الملكي أنه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمقرات مفتوحة وبمكاتب معلنة هو أهون بعشرات المرات من اتحاد في يشتغل في الظلام ويفاجئه بما حدث في 65. ولذلك قرر أن يتخلى عن الأسلوب العنف الشديد ديال الأفقير، وبالتالي توفق على هذا. طبعا عبد الرحيم ينتقد في هذا، مثلا بالنسبة لحزب الاستقلال كانوا يفضلون استمرار المؤسسات بدل إعلان حالة الاستثناء إلى آخره، ولكن رهانات عبد الرحيم وعبيد كانت أبعد. وبالمناسبة للعلم أن عبد الرحيم والحسن الثاني كشخصين، فضلا عن موقعهما كملك ورئيس للمعارضة، كانا يتفاهمان، حتى عند الاختلاف يتفاهمان حول موضوع الاختلاف، لم يكن بينهما سوء تفاهم. إذا كان هناك اختلاف فيعرف كل واحد ما هي حدوده في الاختلاف. وطبعا ما كان يمكن أن يتحقق في ذلك الوقت تحقق مع المسيرة الخضراء، وأصبح التوافق كاملا بين الرجلين، من الذي يمكن أن أتنازل عنه. أنا انتظرنا 5 سنوات 10 سنوات أخرى، لأن ميزان القوة في الداخل كان يحتاج إلى ذلك. احتاجنا إلى معنى أن التقارب بين القلاب العسكري الأول والقلاب العسكري الثاني، معنى التقارب بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وبين الدولة كانت جهات ما دائما رفضة الجيش، وإلى حد كبير معنى أفطر طبعا، لأن أفكر هو الرمز ديال حزب عمليا داخل الدولة يمثل مصالح داخلية ومصالح خارجية.
طبعا أنا لا أتصور أن فرنسا ضالعة كما أصبح لاحقا، لأن التقارب بين النخبة الفرنسية، النخبة الاتحادية وفرنسا ما كانش بسيط. يعني يكفيك أن المكتب ديال ميتيرون كان فيه أبو عبيد، كان فيه اليازغي متدرب إلى آخره. ولذلك أنا أرجح أن الذي قام بذلك هو أفقير باعتبار مصالحه هنا وجزئين مصالحه في الخارج، وربما منذ ذلك الوقت مع الأمريكيين، ربما لأن مع الأمريكيين لاحقا مؤكد. على كل حال اتفقا على الدخول في الحوار، الحسن الثاني وعبد الرحيم بوعبيد، معلوم هذا معروف، على الدخول في الحوار للوصول إلى توافق كما حصل لاحقا. للأسف ما حصلش في هذا الوقت. طبعا امتنع الحوار بسبب اغتيال المهدي بن بركة، وكان ايضا الاتصال بالمهدي بن بركة عن طريق لان جزء المهدي هو هو القوه الضاربه للاتحاد على مستوى الراي العام الخارجي العالمي، وعلى مستوى التنظيمات التي باعتها في الداخل المدنيه، والتي لم تعد معرقله من قبل يعني. لان المهدي كما يوضح الكتاب ديال عبد الواحد الرادي دون ان يقول ذلك، ولكن هذا هو المعنى، كان محارب من طرف الجميع تقريبا، لكل حسب غايته. من طرف من محارب؟ من طرف من يعني كان حساسيه مع عبد الله ابراهيم، يعني عبد الله ابراهيم لا يتفق مع اخت المهدي، يعتبره شعبوي. الفقيه البصري كان اقرب الى عبد الله ابراهيم منه الى المهدي. يعني عبد الرحيم وعبيد الى اخره ما كانوش يطيقون ما يعتبرونه اندفاعا ومطالب ابعد من مستوى ميزان القوى. انا قلت لك المهدي هو اللي كان متشبث بمسالات المجلس التاسيسي، والمهدي كانت بالنسبه لي مساله بدائيه، وهذا صعب. كيف كان تيقول على الفاسي روالي عبد الجبار السحيمي، ملي كانت عبد الجبار السحيمي في داخل استقلال الشبيبه، تحركوا في اتجاه ان يطالبوا ايضا المجلس السياسي. وعندما حاورهم على الفاسي في 62 ولا كذا، قال لهم ساطالب بالمجلس السياسي عندما تكون الجيش الاحمر في تمارا، ما يدل على ان علال كان يفهم جيدا ان ميزان القوى لم يكن يسمح بالمجلس السياسي، وهذا هو نظريه عبد الرحيم بوعبيد. ولذلك المهدي، والمهدي كان محارب من طرف محيوب بن الصديق، لانه يعرف بان المهدي اذا تمكن من نقابه تعبير بالشور فسيغير الاوضاع كثيرا، فلم تكن بين يديه الا نقابات الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، وحتى هي عندما صعد الحلوي ارتد عليه لان حميد بن رضا كان معاه 100%، وطبعا في الموقف من حرب الحدود كان معاه 100% الى اخره. نعم، كنا بغينا نشوفوا في البدايه كيف نشقيتوا على الحزب. طبعا انت وضعتينا في السياق ربما السياسي لاواسط السينات. نعم، طبعا هذا ما سنعود لنواصل الحوار معك فيه الاستاذ عبد الصمد الكبير.